مثلا تحت سمع وبصر الدولة المتسلفة الوهابية موجودين في القاهرة والإسكندرية يمارسون التكفير ضد الأزهر نفسه. نعم. يعني يقولون أن عقيدة الأزهريين فاسدة وأن إيمانهم فاسد وأن إسلامهم مختل. جريدة عقيدة الإسلامية الأسبوع الماضي عدد 1096 في 4/3 بتكفر المسيحيين وتشعل نيران الفتنة التكفيرية في مصر. ونحن في اعتقاد طائفي لا نقول عن المسيحيين أنهم كفار ولكن نقول أهل كتاب. أنت قولي فين نقيب الصحفيين؟ فين رئيس دار التحرير؟ جريدة قومية مقبولة من دافع الضرائب سواء مسلمين أو مسيحيين لما تمارس التكفير ضد المسيحيين وتزيد الاحتقان الطائفي في مصر. أين الدولة وأين لجنة الأحزاب لما تصرح لحزب سياسي تكفيري علنا؟ نعم. لما الجماعة السلفية في اسكندرية تصدر بيان بعدم صلاحية كل المسيحيين للمناصب، لما يقرأ ولد متوسط أو عام الثقافة ويتعامل مع شركاء الوطن بشكل كافر يبقى هيستحل دمه وماله وعرضه. فإذا كانت الدولة بصحفها القومية بتمارس هذه الجريمة، نعم نعم، لابد من آلية عملية على أرض الواقع، إنما كومبوزيشن وإنشاء صح احنا بنعالج التكفير.